نظم حزب مصر أكتوبر مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك بأرض علوان بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. وخلال فعاليات المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات منذ 10 سنوات وحتى الآن، كتطوير البنية التحتية وتطوير القطاع الصحي والمبادرات التي شنها الرئيس السيسي وإنجازات حول مشروعات حياة كريمة والزراعة والصناعة وغيرها من الإنجازات في المجالات المختلفة.